بيبدأ فيلمنا مع شخص بيجهز القناصة بتاعته، وبنعرف ان هو عايز يختال شخص مهم، وفعلا بينشن عليه اول ما بيخرج من المبنى وبيقتله. وبعد كده بنروح لروبرت القاتل المأجور اللي بيكون مهدد هدف ليه، وبنعرف ان هو بيوديه للغابة وبيفضل الهدف يترجى يسيبه وما يقتلوش، بس روبرت بيكون محترف وبيديله مسدس وبيقوله لو مش عايزنا اقتلك اقتل نفسك، وفعلا الهدف بينتحر بالمسدس. وبعد كده بيرجع روبرت للبيت وبيكون متضايق جدا من قتله للناس، وبيكلم الرئيس بتاعه في الشغل وبيقوله ان هو قتل الهدف، فبيعرفه رئيسه ان في هدف جديد ب $200,000، فبيوافق روبرت وهو متضايق وبيديله رئيسه صورة الهدف مليونير ألين. وبنروح لألين اللي بيكون بيحضر جنازة أخوه، وبيكون روبرت في قلب الجنازة وحاطط لنفسه جبس مخبي في المسدس، ولما بيقرب يقتل ألين بيجي قاتل مأجور تاني اسمه ميجيل، فبيتفاجئ روبرت وبيروح للقاتل وبيضرب نار عليه، ولكن ميجيل بيستخبى وبيفضلوا يضربوا نار على بعض لحد ما الشرطة بتحاصر ميجيل وبتقبض عليه، فمش بيقدر روبرت يقتله، وبيرجع لعربيته وبيراقب سيارة الشرطة اللي فيها ميجيل اللي بنشوف ان هو بيقدر يفك قيوده وبيقتل السائق، فبتتقلب عربية الشرطة ليهم وبيخرج ميجيل من السيارة. ولما بيوصل روبرت مش بيلاقي القاتل، ولما بيرجع لسيارته بيعرف ان اكيد القاتل هيروح للمطار علشان يهرب من البلد، فبيسرق سيارة تاكسي من شخص وبيروح لطريق المطار لحد ما بيجي ليه فعلا ميجيل وبيركب وبيقول ان هو عايز يروح للمطار، فبيبعد روبرت عن المطار، ولما بيقول له ميجيل انه غلط في الطريق بيعرفه روبرت ان هو ممكن ينزل لو مش عاجبه التاكسي، وساعتها بيشوف ميجيل ان البطاقة مش موجودة في مكانها، فبيعرف ان السواق سرق السيارة، واول ما بيشوفه بيتعرف عليه وبيقول له ان هو واخده قدوه في عملياته، وبيقوله ان هو دلوقتي فاهم ان هو كان عايزه ينزل علشان يقتله بسبب ان هو ما يقدرش يقتله هنا لان في ازاز ضد الرصاص، وبيقوله يكمل في الطريق علشان يتكلموا مع بعض، فبيرفض روبرت وساعتها بيهدده ميجيل بقتل الابرياء، فبيتحرك روبرت وبيفضل يتكلم مع ميجيل اللي بيكون مجنون وبيقوله ايه رايك بطريقه قتلي، وبعد كده بيكون ميجيل هيقتل روبرت ولكنه بيقدر يمنعه وبيبقى هيقتله، بس لما بيشوف الشرطه بيركب السياره تاني وبيخلي الشرطه تطارده بالقصد، واثناء المطارده بيقول ميجيل لروبرت ان هو عارفه كويس وعارف طريقه تفكيره، ولما بيساله روبرت على رئيسه في الشغل ما بيردش عليه ميجيل وبيخرج من السياره بدون ما الشرطه تشوفه، وبنشوف ان روبرت بيروح لقاعده التاكسي في المدينه وبيقدر يندمج وسطهم وبياخد تاكسي وبيمشي، وبنعرف انه بالشكل ده هرب من الشرطه، ولما بيروح البيت بيسال رئيسه في الشغل على ميجيل باين ولكنه بيحاول يتهرب من السؤال، وبيحس روبرت ان رئيسه عايز يتخلص منه ويجيب مكانه قاتل جديد، بس رئيسه بيغير الموضوع وبيقول ان الهدف الجاي ب $2,000,000، فبيوافق روبرت علشان ياخد فلوس وما عادش يتكلم رئيسه ولا يقتل حد، وبيقول له رئيسه ان الهدف بنت خبيرة مراقبة وانها سرقة معلومات مهمة من امريكا وعايزة تبيعها لمشترين هولنديين، وان المهمة هي قتلهم كلهم والحصول على المعلومات، وبيديله صور للمشترين بس بيعرفوا ان البنت خبيرة المراقبة مجهولة وبيديله صورتها اللي في الموقع بس، وبنرجع لإلكترا اللي بنعرف انها خبيرة المراقبة وان عندها قط بتحبه جدا، وبعد كده بتكلم واحد من المشترين اللي بيقول لها هيتقابلوا فين وامتى، فبتقول له إلكترا انها مش هتقابل حد وانها هترشدهم بس للقرص وهم هيحولوا ليها فلوسها، وفعلا بيجي وقت العمليه وبنشوف ان المشترين بيوصلوا للاوتيل اللي بيوصل له روبرت علشان يقوم بمهمته، وبتفضل إلكترا تكلمهم وتديهم خيوط علشان يقدروا يوصلوا للقرص اللي عليه المعلومات، وبيكون واضح انها محترفه جدا، وفي الوقت ده بنلاحظ ان ميجيل في نفس الفندق، وبنرجع لروبرت اللي بيقتحم غرفه الصيانه وبيشوف كل الغرف المحجوزه علشان يقدر انه يعرف الغرفه اللي فيها المشترين اللي بيكونوا في الوقت ده في غرفتهم على الخط مع إلكترا اللي هتنقل لهم المعلومات على حاسوب في اوضتهم، بس بتطلب منهم فلوسها الاول وفعلا بيدوها الفلوس عن طريق انابيب التهويه، ولما بتبدا في نقل المعلومات بيجي لهم ميجيل اللي سبق روبرت وبيقتلهم، فبتسمع إلكترا صوت ضرب النار وبتعرف ان في حاجه غلط، فبتحذف الملفات اللي على الكرسي وبتلم عدتها عشان تهرب، ولكن بيكون روبرت عارف رقم الغرفه وبيجي ليها وبيسمعه ميجيل اللي بيقول له يقتلها، بس روبرت مش بيقدر يقتلها لانها بنت، فبياخدها معاه في سياره علشان ياخد منها الكرسي بعيد عن ميجيل، ولكنها بتقدر تخليه ما يخرجش من السياره وبتروح هي الحافله وبتهرب منه، ولكنها بتنسى القط بتاعها فبياخد روبرت، وبنرجع لميجيل اللي قدر يوصل لغرفه إلكترا عن طريق انابيب التهويه اللي اتحول من خلالها الفلوس ليها، وبيشوف صور للقط بتاعها، وبنشوف ان جوز جاره إلكترا بيوصل للبيت، وبعده بيجي ميجيل للمكان عن طريق المعلم اللي ورا القط في الصور، وبيلاقي ان في سياره لسه شغاله، فبيروح للبيت اللي قدامها وبيفتكر انه بيت إلكترا، وفي الوقت ده بتسمع إلكترا صوت ضرب النار، وبنعرف ان ميجيل قتل جوز جارتها،
وبعد كده بنشوف ان روبرت بياخد القط وبيوديه لبائعة القطط اللي بتكون عارفاه، وبيسألها روبرت على مكان صاحبته، وبيقدر عن طريق كده انه يوصل لإلكترا وبيقول لها تقابله في محل الدهان وانه هيدانه هنا علشان يقتل ميجيل، ولكنها مش بتتحرك وبيحصل اطلاق نار ما بين روبرت وميجيل، وبيقدر روبرت ان هو يحط بنزين في المكان ويفجر الغرفة، بس ميجيل بيقدر يحمي نفسه وبيترمي من الأوضة. وبعد كده بيروح روبرت وإلكترا البيت تاني وبيتكلموا مع بعض، ولكن إلكترا بتكون متعصبة إن روبرت وميجيل ضيعوا منها فلوس الصفقة وبوظوا حياتها، ولكنها بتبدأ تثق في روبرت لأنه ما قتلهاش. وبنرجع لميجيل اللي بيكلم رئيسه وبيعرفه إن القرص مش معاه، وفي نفس الوقت بيعرف روبرت رئيسه إن القرص معاه وإنه عايز يستلم الفلوس، فبيدله رئيسه على مكان يروح ليه بكرة علشان يسلم القرص والراجل بتاعه هيديله الفلوس. وبيسأل إلكترا إيه اللي في القرص، فبتقوله إنها أسرار تهم البلد. وتاني يوم إلكترا وصل روبرت اللي بيروح للمكان اللي هيسلم فيه الكورس وبيدي للراجل وبياخد منه 2 مليون دولار، وبيرجع لإلكترا ولكنه بيسمع صوت من الشنطه، فبيقول لإلكترا اتوقف وبيرمي الشنطه في الزباله وبيطلع انها قنبله وبتنفجر، وبنعرف ان هم خسروا الكورس والفلوس، وكمان رئيس روبرت بيبقى عايز يقتله، بس إلكترا بتعرفه انها نصبت عليهم وان الكورس الحقيقي لسه معاها، واللي ادته ليه كان اسماء الملفات بس. ولما بيوصلوا لمكان امن بيعرفه روبرت ان هو كان عنده صديق اسمه ناكولاي اتقتل من زمان، وبنعرف ان الشخص ده هو اللي اتقتل في الاول، وبيقولها ان هو فهم دلوقتي ان الرئيس بتاعهم هو اللي قتل ناكولاي زي ما هو عايز يقتله حاليا. وبعد كده بيكلم رئيسه وبيقول له ان بعد الغدر اللي عمله هو عايز 20 مليون دولار، فبيوافق وبيديله روبرت رقم حسابه في البنك علشان يحول ليه المبلغ، وبيقول رئيسه ان المبلغ هيتحول بكره، وبيعرف روبرت إلكترا ان هو يقسم الفلوس معاها. وبنرجع لميجيل اللي بيكلم رئيسه وبيقول له رئيسه ان في هدف مهم لازم تقتله، واللي بيكون روبرت راس. وبعد كده بنرجع لروبرت وإلكترا اللي بيوصلوا البنك علشان بكره يتاكدوا من نقل الفلوس، وبنشوف ان روبرت بيطلع لمبنى عالي علشان يتاكد لو في قناص هناك مستنيه، وبنعرف ان ده نفس المكان اللي القاتل قتل فيه ناكولاي، وبنتفاجئ لما بنعرف ان القاتل كان هو روبرت. وبيقول لإلكترا اللي بتتصدم لما بتعرف ان روبرت قتل صاحبه، وبيقول لها ان بكره القاتل هيكون في مكاننا دلوقتي. وبالليل بيباتوا في غرفه وبنعرف ان هما معجبين ببعض، وبيكون ميجيل موجود في المكان. وتاني يوم بيقول روبرت لإلكترا انه هيدخل البنك علشان يسحب الفلوس، وانها هتفضل بره على القهوه علشان تتاكد لو القاتل دخل المبنى، وبيديها مسدس علشان لو اضطرت تستخدمه. وفعلا الخطه بتبدا، وبتقول إلكترا لروبرت ان ميجيل دخل المبنى الطويل عشان يستناك لما تطلع بالفلوس ويقتلك. وبنشوف ان ميجيل بيجهز قناصته وبيتاخر الوقت بسبب ان الفلوس اللي بيسحبها البنك لروبرت كتيره، وبنشوف ان ميجيل بيتضايق وبيتوتر جدا. وبعد اكتر من ساعه بنعرف ان هو قرر يدخل البنك بالمسدس ويقتل روبرت، فبتشوفه إلكترا وبتبلغ روبرت باللي حصل، فبيقولها تدخل المبنى الطويل دلوقتي وتاخد قناصه ميجيل وتقتله لما يخرج. وفعلا إلكترا بتطلع المبنى، ولكن القناصه بتكون في مكان عالي، واثناء ما بتتسلق إلكترا بتاعه وبتتزنق في المكان. وبنرجع لميجيل اللي بيدخل البنك وبيفضل يكلم روبرت لحد ما بيعرف انه هيستلم الفلوس، فبيرجع للمبنى اللي بتكون فيه إلكترا لسه واقعه ومش قادره تقوم، ولكنها بتقدر تقوم في اخر لحظه وبتستخبى من ميجيل اللي بيجهز القناصه بتاعته، وبتشوف ان روبرت بياخد الفلوس وبيدي لرجاله رئيسه الكورس. ولما بيخرج بيبقى ميجيل هيضربه، بس إلكترا بتضربه بالنار، وبيحاول ميجيل ان هو يهرب منها، وبيجري عليهم روبرت وبيدخل المبنى. واثناء كده بيكون ميجيل مستخبي منهم، بس روبرت بيوصل لإلكترا وبيشوف ميجيل فبيضربه، وده اللي بيخليه يعمل مكان عالي، فبيجيله روبرت ولكنه بيتفاجئ لما بيشوف ناكولاي اللي هو المفروض قتله، وبيعرفه ناكولاي ان هو الرئيس اللي بيقول له يقتل مين، وانه خلاه يفتكر ان هو قتله زمان علشان يقدر انه يشتغل بدون ما الشرطه ترابه وياخد كل اللي هو عايزه، وبيعرفه ان هو كان لابس درع فما تاثرش بطلقته، وبيلاحظ روبرت ان ميجيل عايز يتعاون معاه، وفعلا هما الاتنين بيقدروا يقتلوا ناكولاي. وبيمثل ميجيل انه هيسيب روبرت ولكنه بيهدده لانه بيبقى متضايق جدا من اللي عمله فيه، ولكن روبرت بيقدر يشوفه في نظارة إلكترا وبيقتله بكل احترافية، وبياخد هو وإلكترا الفلوس وبيمشوا من المكان.